الحقيقة. إذن أنا الآن أريد أن أعطي الخارطة المنظومة الأطروحة. إخواني الأعزاء، نحن نعتقد أن القرآن الكريم عندما نبدأ من هذه الآية المباركة من سورة البقرة، وهي الآية 124 من سورة البقرة، بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، وهي قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. سؤال: هذه الإمامة بمن مرتبطة؟ مرتبطة بعلي وأهل بيته؟ الجواب كلا، بشكل واضح وصريح، المشاهد لابد أن يعرف. وإذا وجدتم أحد مولانا يستدل بهذه الآية المباركة لإثبات إمامة علي بشكل مباشر، اعرفوا أنه لم يعرف مقصود الآية المباركة. هذه الآية متعلقة بمن؟ أصل الإمام. متعلقة بإبراهيم. لا لا لا، متعلقة بإبراهيم، لأن الآية تقول قال إني جاعلك، يعني من؟ إبراهيم. يعني إبراهيم الخليل. طيب. إذن آية متعلقة بمن؟ بإبراهيم الخليل. نعم، لابد أن نعرف أن هذه الآية فيها معطيات وراء تشمل غير إبراهيم، أو لا توجد فيها مثل هذه المعطيات. التفتوا جيدا، إذن لا يأتي بعض ويتكلم هنا وهناك يقول أن هذه الآية مرتبطة بإبراهيم فما علاقتها بعلي وأهل بيته. الجواب نعم، بحسب الوهلة الأولى هذه الآية، وبحسب النظرة الأولية هذه الآية متعلقة بإبراهيم الخليل. جيد، ماذا يستفاد من هذه الآية؟ طبعا فقط أنا أذكر العناوين إن صح التعبير، أنا أصطلح على تعبير أعبر عنها فتاوى عقائدية، يعني لا أريد أن أدخل في التفاصيل، وإنما أريد أن أشير إلى ماذا؟ أريد أن أشير إلى الرؤية فقط، وإلا لا التفصيل ولا الاستدلال. ماذا يستفاد من هذه الآية؟ أولا الآية يستفاد منها أن الإمامة من الأمور التي لابد أن تجعل من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. لأن الآية قالت إني، الله سبحانه وتعالى يقول إني، كما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. هنا أيضا يقول إني جاعلك للناس إماما، فتكون الإمامة الإبراهيمية مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى على حد جعل النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن نجد أن القرآن الكريم نفس الاصطلاح الذي استعمله في النبوة استعمله ماذا؟ في الإمامة الإبراهيمية، أؤكد في الإمامة الإبراهيمية، حتى لا يقول قائل ما علاقة هذه الآية بعلي، لا لا لا، نتكلم في من؟ في إبراهيم. نعم. إذن نفس الاصطلاح الذي استعمله القرآن في النبوة، وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين بل كلمة جميع الأديان السماوية أن النبوة أمر ماذا؟ منصوصة ومجعولة من قبل تعالى. لا يمكن أن تنال بالانتخاب أبداً، ولا بالشورى، ولا بأهل الحل والعقد أبداً، ولا بأن مد يدك أبايعك حتى أبايعك، كلها تتحقق النبوة أو لا تتحقق أبداً أبداً. لماذا؟ لأن النبوة أمر إلهي، لأن النبوة عهد إلهي. نجد أن القرآن الكريم استعمل نفس هذا الاصطلاح بالنسبة إلى الإمامة الإبراهيمية، هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه الإمامة التي أعطيت لإبراهيم الخليل، طبعا بالإجمال ها، وإلا ادعوا لي إن شاء الله أن أوفق أن أقف ليالي بل أسابيع عند أبحاث الإمامة تفصيلا، والإمامة القرآنية للإمامة الروائية. الأمر الثاني أن الآية قالت إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك، الله لمن ده يخاطب؟ إبراهيم. يخاطب إبراهيم. إذن كان نبياً أو لم يكن نبياً؟ حتماً كان نبياً. كيف يعقل أنه لم يكن نبي والله ماذا؟ يخاطبه. هذا أولاً، وثانياً أنه كانت في أخريات حياته، ولذا طلب الذرية ماذا؟ طلب الإمامة لذريته. نعم. ونحن نعلم جميعاً أنه لم يرزق الذرية وإلا على كبر ماذا؟ سنه. على كبر سنه. قال أألدوا وهذا بعلي شيخ وهذا بعلي شيخ. أحسنتم. إذن واضح
ومن الواضح أن إبراهيم لم يصل إلى لم يعطى الذرية في أوائل حياته وإنما أعطيه، وعندما يطلبها لذريته يعني كان عنده ذرية. وإلا ليس من الأدب الإلهي أن النبي الذي لا توجد عنده ذرية ولا يعلم أنه يرزق ذرية أن يقول إلهي تعطيها لذريتي، خلاف الأدب. أين ذريتك حتى أعطيها أو لا أعطيها؟ إذن هناك مجموعة من القرائن في الآية تبين أن هذه الإمامة أعطيت لإبراهيم بعد النبوة. إذن من المحال أن تكون هذه الإمامة هي ماذا؟ النبوة. هي النبوة. لماذا؟ باعتبار أنها تحصين للحاصل، الإنسان الذي كان نبي، لا معنى لأن الله سبحانه وتعالى يمرره بمجموعة من الامتحانات حتى يجعله ماذا؟ لأن حسنا. الآية تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، مراحل، مجموعة من المراحل. والقرآن الكريم في سورة الصافات يقول ذلك هو البلاء المبين عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل. إذن من الواضح جدا أن هذه الإمامة ليست هي ماذا؟ النبوة. ولذا وقع الخلاف بين المفسرين، وقعا لا يعلم المفسرون كيف يوجهون هذه الآية المباركة. نعم. الأمر الثاني أنه لا يعقل أن تكون هذه الإمامة هي بمعنى القدوة والأسوة، يعني إني يا إبراهيم إني جعلتك قدوة وأسوة. عجيب، يعني نبي كإبراهيم من أنبياء أولي العزم، شيخ الأنبياء، شيخ التوحيد، ليس قدوة للناس إلا بعد الابتلاء، إلا بعد هذا الابتلاء. يعني يعقل هذا أصلا؟ بينك وبين الله العالم يكون قدوة، الولي يكون قدوة، فكيف النبي من أنبياء الله العظام كإبراهيم الخليل الذي هو شيخ الموحدين ونبي من أنبياء أولي العزم إلى آخر عمره بعد لم يكن قدوة وأسوة للناس؟ هذا أصلا يتعقله عاقل؟ وسأجعلك مستقبلا يقول له أنه إني جاعلك الآن بعد هذا العمر الطويل أجعلك ماذا؟ قدوة. أجعلك قدوة. إذن هذا المعنى غير مراد. إذن ما هو المعنى المراد؟ يقينا واقعا بعد عندما لا تكون النبوة، عندما لا تكون النبوة، عندما لا تكون القدوة، إذن فدور آخر وراء النبوة ووراء ماذا؟ القرآن. وراء القدوة. وهذا الذي نحن نعتقد أن القرآن الكريم أشار إليه، وهو أن هناك مقام في القرآن اسمه مقام الإمامة، له أدوار دينية وله أدوار سياسية ومجموعة أدوار أشار إليها القرآن الكريم وذكرها كوظائف لمقام ماذا؟ لمقام الإمام. أحسنت. إذن ألا أريد أن أدخل طيب. تفضل. نعم. طيب. اسمحوا لي. نعم. تفضل. بلي. كان بيودي أن أسأل هذا السؤال سمح. بلي تفضل. يعني أول الإمام ولا تحتاج إلى تأويل، فلماذا لم يؤولوا اليد التي مقتضاها تنزي عدم التنزيه وغير ذلك؟ أحسنتم، هذا يربط دكتور البحث بالتوحيد. جيد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الأمر المهم، التفتوا جيدا، أن الإمامة في الآية عهد الله، عهد الله، لأن إبراهيم ماذا قال؟ قال ومن ذريتي، يعني إلهي هذه الإمامة مختصة بي أو يمكن أن تكون في ذريتي. نعم. الله ماذا أجابه؟ ما قال له الإمامة ولا النبوة، قال لا ينال عهدي. سؤال، ما الذي طلبه إبراهيم؟ طلب النبوة؟ أبدا، لأنه هو ماذا أعطيه؟ أعطيه النبوة هنا له الإمامة. فبطبيعة الحال مقتضى الجواب لابد أن يكون منسجما مع السؤال. سؤاله ماذا كان إبراهيم؟ على الإمامة. عن الإمامة. الله عبر عن الإمامة بأنها ماذا؟ عهد الله. بأنها عهدي، عهدي. وهذا ما أكده جملة من المفسرين، فقط أشير إليهم إجمالا حتى المشاهد الكريم يرجع إليها في الموضع المناسب. في تفسير الرازي في صفحة 39 الجزء الرابع، في ذيل هذه الآية المباركة قال وقوله، التفتوا جيدا، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي ومنشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، المجلد الرابع في صفحة 39، في ذيل هذه الآية المباركة قال ومن ذريتي طلب للإمامة.
صريح. التي ذكرها الله تعالى، فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة للنبوة. أبدا. واضح؟ فكانت الآية داء عفوا ليكون الجواب مطابقا للسؤال. نعم. وإلا إذا قلنا عهدي يعني النبوة أو شيء آخر لا يكون الجواب مطابقا ماذا؟ للسؤال. وهذا وقع نسبته في القرآن إلى الله بعد هذه، بعد ما أدري كيف أقول عبه. نعم. لأنه إبراهيم طلب ماذا؟ قال ومن ذريتي، يعني هذا الذي أعطيتني وهبتني منحتني أريد أن تعطيه لمن؟ لذريتي. قال فتصير الآية كأنه قال لا ينال الإمامة الظالمين. نعم. هذا تصريح بهذا المعنى، التفتوا جيدا. وكذلك ما ذكره الطبري في تفسير الطبري جامع البيان المتوفى 310 من الهجرة، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، المجلد الثاني في صفحة 511 من الكتاب. يقول واختلف أهل التأويل، يقول وقال آخرون معنى العهد عهد الإمامة. أحسنتم. فتأويل الآية على قولهم لا أجعل من كان من ذريتك ظالما إماما لعبادي يقتدى به، لأنه فسر الإمامة بالاقتداء. نعم. فقال هنا ماذا يقتدى. وقد أبطلنا هذا الاحتمال. نعم. هذا همتنا المورد الثاني. المورد الثالث ما ورد في تفسير ابن كثير، بعد الوقت لا يسع. نعم. الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إذا ذيلي هذا الكلام لتفسير ابن كثير هذه الآية المباركة اللي ينقل كلمات جملة من الأعلام. خلي أبين في الجزء الأول. نعم. طبعا حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه أبو إسحاق الحويني، اختصره أستاذ الدكتور حكمة بن بشير بن فلان، أشرف على طبعه سعد بن فواز الصميل الجزء الأول دار ابن الجوزي. هناك يقول كل الأعلام عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون لي إمام ظالم. إذن كلهم يفسروا العهد بماذا؟ بالإمامة. خب إذا كانت الإمام، إذا كانت الإمام عهد بين ماذا؟ بين الإمام وبين الله. بعد هل يمكن أن تنال بالانتخاب والشورى وأهل الحل والعاقدة؟ أن يأتي شخص ويعين 5 أو يعين 10 يقول انتخبوا فيما بينكم أحد فيكون هو الذي عهد الله إليه الإمامة، يكون إلزاما لله بأن العهد يكون له، يكون مصداقا للعهد الإلهي. أنا لا أتصور أن عاقل يحترم عقله يستطيع أن يقول من انتخبه الناس، بغض النظر أن الانتخاب شرعي غير شرعي، نظرية الشورى صحيحة غير صحيحة. أنا دا أتكلم في الإمامة الإبراهيمية. الإمامة الإبراهيمية بعد لا يمكن أن تنال لا بالشورى ولا بأهل الحل والعقد ولا بالسقيفة ولا بغيرها. هذه الإمامة مدى أتكلم عن تلك الإمامة أنها الآن صحيحة شرعية أو لا، له بحث آخر إذا وفقنا نقف عنده. أنا أقول هذه الإمامة الإبراهيمية لا يمكن أن تنال ماذا؟ بالشورى. نعم. الأمر الآخر الذي يستفاد من هذه الآية المباركة هو أن هذه الآية تبين لنا أن الإمامة لا تكون، هاي الإمامة الإبراهيمية. نعم. لا تكون إلا معصومة. نعم. التفتوا جيدا، لا تكون إلا معصومة. ولذا جملة من كبار المفسرين قالوا أن الآية دالة على العصمة. نعم. هذه مو فقط أتباع مدرسة أهل البيت يقولون أن الآية، وأنا عندما أقول دالة على العصمة ما أريد أقول عصمة أهل البيت، لا لا لا، هاي الإمامة الإبراهيمية من يريد أن يتحقق بها ويكون مصداقا لها لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما. معصوما. سؤال أين هذا؟ أين هذا؟ الجواب في مواضع متعددة في كلمات المفسرين. الأول ما ذكره الفخر الرازي أيضا في نفس الموضع من الآية صفحة 39. التفتوا جيدا، الفخر الرازي ماذا يقول؟ يقول قلنا أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قولهم، يعني أن الإمامة لابد أن تكون ماذا؟ معصومة. نعم. يستدلون بهذه الآية على صحة قولهم
في وجوب العصمة ظاهرا وباطنا، وأما نحن يعني غير الشيعة فنقول مقتضى الآية ذلك. يقر الفخر الرازي إنصافه واقعا أفضل من كثير من المفسرين، يقول نعم ظاهر الآية ماذا يقول الحق معك مع الشيعة، نعم، إلا أننا تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبر. لماذا ترك؟ لا يبين، نعم، فقط ادعاء. يقول الآية تقول بذلك، الآية تقول بأنه لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا معصوم. ظاهرا وباطنا غير ظالم. ولذا في موضع آخر يصرح بهذا بعد، لا يذكر هذه تركنا، يقول الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجه. إذن الآن بغض النظر، لأن هو يفسر الإمامة هنا أو بعض الأحيان يقول نبوة، نعم، ولكنه أنا عندي محل الشاهد أنه يقول الآية تدل على ماذا؟ على العصمة. تدل على العصمة، هذا إقرار منه. وهكذا في موضع آخر يقوله في الجزء الثالث من الكتاب في صفحة 10 من هذا الكتاب، يعني التفسير نفسه، في ذي الآية 35 من سورة البقرة، يقول قال في حق إبراهيم إني جاعلك للناس إماما والإمام من يؤتم به. طبعا هذا المعنى هماتنا ليس بعيد، ها نحن أيضا نقبله، لأنه معنى الائتمام مو فقط يؤتم به أين في الأمور الظاهرية، نعم، يؤتم به في الدين، ويؤتم به أين في السياسة، ويؤتم به في كل شيء. أحسن. إذا كان مقصودهم من الائتمام هذا المعنى، نعم نحن نوافق عليه، نعم، وهذا هو قولنا، أن الإمام من يكون إماما كما كان رسول الله إماما، صلى الله كما عليه وسلم، كان إبراهيم ماذا إماما. ما معنى أن إبراهيم إمام؟ أنه واقعا لا بد أن يؤتم به في كل شيء. قال فأوجب على كل الناس أن يأتموا به، فلو صدر الذنب عنه لوجب عليهم أن يأتموا به في ذلك الذنب، وهذا يفضي إلى التناقض. يعني الله هنا أمر الناس جميعا أن يأتموا بإبراهيم، فلو صدر عنه ذنب ولو كان صغيرا يأتموا به أو لا يأتموا. ومن الواضح لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا بد أن لا يأتموا. كيف من جهة الله يأمرهم بالإتمام ومن جهة ينهاهم ماذا عن الإتمام؟ إذن لا يكون إلا ماذا تناقض، دالا على العصمة إذا لم يكن معصوما فالآية كذا. وممن صرح أيضا بدلالة الآية على العصمة البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأليل التأويل، المعروف بتفسير البيضاوي، تأليف الشافعي البيضاوي، المتوفى 691 من الهجرة، دار إحياء التراث العربي. في ذيل هذه الآية المباركة قال تعالى، يعني 124 من سورة البقرة، قال وإنما وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر. يعني من اتصف بهذه الإمامة لابد أن يكون ماذا؟ معصوماً. لابد أن يكون معصوما. وهذا المعنى أيضا أشار إليه روح المعاني العلامة الآلوسي في روح المعاني، بعد الوقت لا يسع أن أشير إليه. إذن إلى هنا، ولكن هنا نقطة بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، الله سبحانه وتعالى أعطاها. إذن إلى هنا لو سألنا سائل هذه الآية فقط، مفرد هذه الآية، لا نريد آية أخرى، لا يقول لنا قائل سيدنا هل يكفي آية واحدة في القرآن لإثبات أصل ومبدأ؟ أقول نعم. ماذا تقولون في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض؟ سؤال، بحث الكرسي أمر عظيم ومهم في القرآن، وردت في روايات الفريقين والمدرستين أنها أعظم آية بعد البسملة. أحسنت. نعم. تمام. نعم. ولكن كم مرة ذكرت في القرآن؟ مرة واحدة. مرة واحدة. مرة واحدة مو أكثر. نعم. خلص. إذن إخوان الأعزاء، بل آية واحدة تستطيع أن تؤسس ماذا؟ منظومة عقدية كاملة، منظومة معرفية كاملة، كما في آية الكرسي.
هذه طبعا أنا ما أريد أقول أن الإمامة لم ترد فيها آيات أخرى، أريد لو أقول لو كنا نحن وهذه الآية أيضا ماذا يكون كافيا، لكان كافيا عندنا. إذن إلى هنا أنا إن شاء الله تعالى بعد ما أنتهي دقيقة دقيقتين أستمع إلى المداخلات. نعم. إذا موجودة مداخلات إن شاء الله. وإلا أستمر في البحث. جيد، تساؤلات الإخوة في هالمحاور الأربع الخمس التي أشرنا إليها. إذن إلى هنا انتهينا إلى النقاط التالية دكتور. نعم. أولا أن الإمامة الإبراهيمية، ماذا أتكلم في إمامة علي وأهل البيت حتى نعم. يقولوا ما علاقة الآية بعلي وأهل بيتي نعم. أبدا، أن الإمامة الإبراهيمية مجعولة منصوصة من قبل الله نعم. أنها غير النبوة، قالوا هي القدوة والأسوة. إذا كان مرادهم من الإمام المعنى اللغوي يعني من يؤتم به مطلقا كما قال الفخر الرازي، نعم نقبل هذا المعنى نعم. يعني يؤتم به في الدين ويؤتم به ماذا في السياسة، في السياسة. نعم. بعبارة أخرى ماذا يعني يجب الطاعة له، يؤتم به يعني أمرنا الله سبحانه صحيح. وتعالى نعم. الله سبحانه وتعالى عندما قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني إحنا مخيرين أن نتخذه أسوة وقدوة أو يجب علينا نعم. أن نتخذ إلزام ووجوب. إلزام. القرآن الكريم عندما يقول إبراهيم إمام يعني ماذا؟ يعني يجب الائتمام به مطلقا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم نعم في الدين والسياسة. بس لا يقول لي قائما بأنه أنت معتقد بالإسلام لو معتقد شنو بإبراهيم، هذا جوابه سيأتي. لا، معتقد بالإسلام الذي عندنا وهي شريعة الخاتم. الآن أنا دا أتكلم في هذه الآية ماذا نعم. أريد أقول أن الإمامة الإبراهيمية إذا تحققت لشخص آخر لابد أن تحمل مواصفات ماذا الإمامة الإبراهيمية نعم. والإمامة الإبراهيمية ما هي؟ يجب الائتمام بها مطلقة في السياسة والدين والأخلاق والأفعال وإلى آخره نعم. هذه مختصر مفيد عن هذه الآية التي أسست للإمامة في القرآن الكريم التي نعم. أعطيت إبراهيم.